السلام عليكم. زار الوفد نتاع الكاف البارحة، زار ملعب البوليدة ووقف على مدى جاهزية هذا الملعب لاحتضان منافسات كان 2025، يعني في إطار الملف نتاع الترشيح نتاع الجزائر لهذه المنافسة. وللعلم زار في نفس اليوم يعني البارحة الملعب نيلسون مانديلا، واللي كان يعني النقطة البارزة في هذه الجولة نتاع الخبراء نتاع الوفد نتاع الكاف، اللي هما يعني خبراء ألمان جاءوا لتفقد يعني المرافق نتاع الجزائر. إذن مازال ننتظر التفقد يعني نتاع ملعب تيزي وزو وملعب دويرة في يعني ربما نهاية اليوم أو غدا. وأترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.